بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السادة المشاهدين، أنا النهاردة سعيد جدا أنه بتكلم معاكم على عضو مهم جدا في الجسم وهو الكليتين. احنا كل إنسان له كليتين. أنا اسمي حسين شعيشة، أستاذ أمراض الكلى بمركز أمراض الكلى والمساكن البولية جامعة المنصورة، وطبعا ده التخصص الدقيق بتاعي اللي هو أمراض الكلى، وحتى احنا متخصصين في الوحدة بتاعتنا في زراعة الكلى. لكن النهاردة أنا عاوز أتكلم مع الناس بشكل عام على وظيفة الكليتين، وإن المفروض إن إحنا نتبع السلوك القويم بحيث نحافظ على أداء الكليتين وما نحتاجش نتعامل مع فشل كلوي أو غسيل أو زرع كلى. ففي نصائح بسيطة جدا ولها مردود قوي جدا للمحافظة على الكليتين. إحنا دلوقتي حاليا في موسم الصيف. موسم الصيف ده طبعا حر، وبقى فيه عرق وفيه ميل للجفاف، فاحنا بنشجع الناس ان هم فبعض الناس بيجيلهم وساوس ان لازم يشتغل ميه كتير جدا معاه بحيث يشرب كل دقيقه. لا، انا اهم حاجه ما يبقاش فيه جفاف، فيبقى الناس المتعوده تشرب كميه مياه قليله، وخاصه بنشوف بعض السيدات عشان ما تروحش الحمام فما بتشربش ميه، ده عاده سيئه جدا، فنقاوم الجفاف بكل ما اوتينا من قوه. نقطه ثانيه، وديت موجودة عندنا، انه كل واحد يروح الصيدلية يشتري اي دواء وياخده. الادوية عمالة على بطال ضارة جدا بالصحة. طبعا في ادوية مشهورة ان هي بتأذي الكليتين، لكن لو سألنا سؤال عام ايه الادوية الامنة على الكليتين، انا عاوز اقول كلمة واحدة، ان مفيش دواء امن على الكليتين 100%. جميع الادوية لها تأثيرات ضارة. فيبقى اذا انا لو محتاج الدواء لانه فيه عامل لابد نستخدم الدواء له، يبقى ساعتها الطبيب الفاهم بيحدد الدواء. نصيحة برضو بهمس فيها في أذان السيدات، اللي هو استخدام المفرط للمضادات الحيوية للأطفال الرضع والأطفال في السن الظهور. استخدام المضادات الحيوية مش بس بيخلي الشخص عرضة لميكروبات تقاوم المضادات الحيوية لما أكون عاوز أشتغل عليها، ده بالعكس كمان بتزود معدلات امراض يمكن مش هتيجي في اذهان الكثير، ان لو استخدمت مضادات حيويه في السن الصغير ده بيزود معدل حدوث السمنه في البلوغ والسكر بعد كده في السن. يبقى انا كمان لو عاوز اقاوم مرض السكر ما استخدمش استخدام مفرط المضادات الحيويه من السن الصغير. يبقى الادويه بشكل عام بعتبرها سموم للكليتين، ويجب التحذير منها تماما الا تحت إرشاد طبي بعد التقييم الصحي لهذا الموضوع. نيجي للعادات الغذائية. كلنا بناكل، والأكل ده جزء من الحياة اليومية، لكن قليل مننا اللي بقى عارف الأكل إيه اللي يحافظ على الكليتين. أنا هنا عاوز أنبه لخطورة الملح، لأنه في ناس كتير عندنا في مصر وفي معظم البلدان يحب الملاح على الأكل. الأكل نفسه فيه ملح، وحتى سيدات البيوت لما بيجهزوا الأكل بيبقى فيه نسبة ملح. إحنا عاوزين نقلل كمية الملح المضافة للأكل، لأنه على حسب المنظمات الصحية للناس الأصحاء، الواحد البالغ بيحتاج 5 جرام صوديوم كلورايد، ملح الطعام. 5 جرام ملح الطعام ده يساوي معلقة صغيرة من معلقة الشاي مسطحة في اليوم كله. فلابد ان انا ابقى عارف انا الملح اخباره ايه، لان الملح ده بيرفع الضغط وبيأذي الكليتين وبيأذي الاجهزه كلها. يعتبر المضاد للملح المضاد الطبيعي هو البوتاسيوم. البوتاسيوم ده موجود في الخضروات والفاكهه. يبقى هنا بطلق صيحه نقلل الملح ونزود الخضروات والفاكهه، لانه هتبقى مصدر طبيعي للبوتاسيوم اللي بيقاوم الاضرار اللي بيعملها الملح. طبعا انا مش هتكلم بقى على الافراط في اللحوم، وفي المؤتمر النهاردة بدأ بمحاضرة قيمة للدكتور محمد عبد الجواد عن الناس اللي بتاخده في الجيم والحاجات اللي بياخدها الأشخاص اللي رايحين الجيم، كرياتين وحاجات زي كده. كل الحاجات دي ضارة جدا بالصحة. فبرضو الاعتدال في الغذاء شيء مهم، وتجنب استخدام الأدوية أو العقارات أو حتى المقويات بدون داعي، لها أضرار جانبية، فلابد نحط ده في الحسبان وإحنا بنتكلم على الكليتين. بعض العادات بره بقى التغذية، في سؤال مهم هنا، طب الكربوهيدرات؟
اذا كان البروتين الناس عارفاه ان البروتين الكثير من البروتين وخاصه اللحمه الحمراء ممكن يبقى مؤذي للكلى، طب ايه اخبار الرز والعيش والنشويات؟ الاكثار من النشويات وخاصه لما يكون السعرات الحراريه كبيره في اليوم، يبقى لو باخد سعرات حراريه كتيره في اليوم وجزء كبير جدا منها كربوهيدرات، ده له اثار ضاره على الكلى. الحاجه قبل ما اسيب النواحي الغذائيه، المشروبات احنا بننصح بالميه عشان مش عاوز جفاف، وميه باعتدال برضو مش الافراط فيها. طب ما بالنا بقى بمشروبات اللي فيها سكر، العصاير اللي مليانه سكر ضاره جدا بالكليتين. انا ما بتكلمش وقت على سكر بس، ده انا بتكلم على وظيفه الكليتين. طب المشروبات الغازيه كلها ضاره بالكليتين. طب حتى المشروبات الغازيه المنخفضه السعرات او الزيرو او اللي هي بيسموها دايت كلها ضاره بالكلى. وطبعا انا مش هنا مش عاوز اقعد اقول تفسيرات علميه معقده، لكن ناخدها كده نصيحه، لا للمشروبات الغازيه سواء فيها سكر او عديمه السكر. واذا كنت انا من هواه المشروبات يبقى ممكن ميه، وفي بعض الناس عشان متعوده على طعم الصودا بينصحوا الاشخاص دولت ممكن احط شريحه ليمون على الميه تديها طعم وتخلينا نتخلص من شرب الصودا. او الناس اللي ما بتحبش الليمون ممكن فراوله وممكن خيار، ممكن على حسب الشخص بيهوي ايه. ده الجوانب الغذائيه اللي كنت حابب اتكلم فيها. عاده سيئه جدا 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 ولابد احذر منها وما يبقاش ده كلام على الكلى من غير ما اقوله، التدخين. التدخين جمله واحده، يعني المريض بيجي بنقول له تدخين للقلب والرئه، انا دكتور كلى لازم اقول للعيانين في عياده الكلى، وده الابحاث العلميه اثبتت هذا الكلام بما لا يدع مجال للشك، ان التدخين سام للكليتين. جمله واحده، التدخين ضار جدا، نسيج الكلى كله، كبيبات الكلى والانسجه الضامه و كل الكلام ده بيتاثر بالتدخين. فلا بد ان الاشخاص يبقوا عارفين ان التدخين سام للكلى زي ما مؤذي للقلب. يبقى احنا اتكلمنا على النظام الغذائي، اتكلمنا على التدخين. حاجه ثانيه مهمه جدا 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 اوصت بها جميع المنظمات العالميه في الصحه، وهو الرياضه، ان لابد احنا نتحرك. يبقى اشوف انا باكل ايه ومارس رياضه في اليوم، بحيث نمشي نص ساعه لساعه يوميا، اعتقد دي هيبقى لها مردود ايجابي جدا، زملها على القلب لها على الكليتين. واكتفي بهذا القدر، وبشكركم على حسن الاستماع.